بالبداية المثالية لمنتخب مصر. طبعا ألف مبروك منتخب مصر لمنتخب الأول مصر. ألف مبروك لمنتخب مصر الأول. طبعا بداية مثالية فعلا، أنت بتحقق فوز في مباراتين، بتوصل 6 نقاط. دايما يمكن التصفيات دي تحديدا في السنة دي مختلفة شوية عن السنين اللي فاتت، إن هي بتتاخد أو الفترة دي بتتاخد على مراحل. يعني إيه بتتاخد على مراحل؟ أنت النهاردة عندك ماتشين مع سيراليون وجيبوتي بتكسبهم، بعد كده عندك في شهر 6 ماتشين تانيين برضو مع بوركينا فاسو وفريق تاني برضو غينيا بيساو تقريبا، الماتش التاني في شهر 6، فانت عندك دي مرحلة تانية، بعد كده المرحلة التالتة، فانت عندك 6 مباريات على مراحل. فانت لما المرحلة الأولانية اللي احنا فيها لما تكسب فيها ماتشين دي حاجة تحترم. صراحة عجبني روي فيتوريا، مدرب كويس جدا، عنده شخصية، مركز في شغله، شخصيته قوية، عامل فرقة لمنتخب مصر بفرقتين. يعني هو تحس ان هو عامل قوام للفرقة، يعني حتى التشكيل عنده 6 ما بيغيرش فيهم، 6 أساسيين عنده. مين ال6 الأساسيين؟ الشناوي، محمد عبد المنعم، محمد النني، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى محمد. دول ال6 الأساسيين عنده ما بيغيرش فيهم، ما بيستغناش عنهم. أما الباقي بيعمل روتيشن، يعني المساكي التاني اللي جنب عبد المنعم يا علي جبر يا أحمد سامي يا ربيعة يا ياسر إبراهيم. الباك رايت بيبدل ما بين محمد هاني وعمر كمال. الباك ليفت بيبدل ما بين محمد حمدي واحمد فتوح. الارتكاز ساعات تلاقي مروان عطيه، ويحسب ليه برضو عوده مروان عطيه الماتش اللي فات والتعامل النفسي الجيد معاه. يمكن هو رجع لنا مروان عطيه روي فيتوريا، وبحيي مروان عطيه على ادائه، وان شاء الله تكون بداخل ليه للنادي الاهلي مع النادي الاهلي في المباراه الجايه. تريزيجيه وعمر مرموش عامل منافسه ما بينهم، محمد صلاح بديله مصطفى فتحي، مصطفى محمد يعني هو حاطط محمد شريف بديل ليه، فهو عامل سكواد كويس. النهارده بيبدا بال 4 4 2 في الماتشات الكبيره او الماتشات اللي بره مصر، بيلعب 4 4 2 بحيث ان هو يحط زيزو ناحيه اليمين عشان يدافع في الجبهه اللي فيها محمد صلاح، يبقى عنده قدام مصطفى محمد وصلاح، وناحيه اليمين زيزو، وناحيه الشمال بيبقى تريزيجيه. وليه تريزيجيه في الماتشات اللي بره برده؟ لان تريزيجيه قدراته الدفاعيه احسن من مرموش، فبيحطه في الماتشات اللي بره. محمد هاني قدراته الدفاعيه اعلى من عمر كمال، مع عمر كمال في الهجوم اعلى من هاني، ففي الماتشات اللي دي بيحط فيها هاني. برضو الناحيه الثانيه محمد حمدي، محمد حمدي في الماتشات الدفاعيه بتلاقيه حاطه، في الماتشات الهجوميه تلاقيه حاطط احمد فتوح. ففي عجبني بصراحه روي فيتوريا، حتى لو استعرضنا ارقامه مع منتخب مصر منذ مجيئه، اللي بيعمل كده جوزيه دايما، عامل سكواد، عامل تيم كويس. هو صحيح يا كابتن اسلام هو محظوظ شويه، هقول لحضرتك هو محظوظ قوي. هو يعني نستعرض بس ارقامه، هقول لحضرتك هو محظوظ ليه. ماشي. ارقامه هو لعب 13 مباراه كريم، فاز في 11، اتعادل في مباراه، وخسر ماتش واحد بس اللي هو كان ماتش تونس. احرزنا معاه 31 جون في 13 مباراه، يعني بمعدل اكتر من 2.4 هدف في الماتش، بتجيب 2.5 هدف في الماتش. استقبلنا 6 اهداف بس، وشباك نظيفه، 9 مباريات من 13، ده رقم كويس جدا، دليل ان احنا يعني مباراه النهارده في ظل الظروف برضو، خلينا نقول ان انت كنت بتلعب يوم الاربع، لعبت يوم الاحد، فظروف سفر، لا وسفريه طويله، سفريه طويله ليبيريا، وكمان يا كابتن اسلام الملعب مش حلو، النجيل الصناعي ملعب صعب، ملعب صعب مش حلو، ما يخليش اللعيبه اللي لعبت الكوره تلعب كوره قوي، بتبقى يعني بتاثر على ادائها. بس خليني اقول لحضرتك ان ممكن برضو احنا محظوظين شويه بصراحه مع روي فيتوريا. محظوظين في ايه؟ محظوظين ان احنا مجموعتنا انا شايف ان هي اسهل فرصه لمنتخب مصر ان هو يوصل كاس عالم. ليه؟ صحيح، انت معاك دلوقتي فرق كلها، مفيش فريق من الكلاس ايه، يعني مفيش الجزائر، مفيش المغرب، مفيش كوت ديفوار، مفيش السنغال، مفيش نيجيريا، مفيش تونس، الفرق الكبيره كلها مش موجوده، اهي قدامنا المجموعه. كل الفرق يعني ايه، اقوى فرقه فيهم بوركينا فاسو، وحتى كمان الفرق يعني بوركينا فاسو مش بتلعب ماتشاتها على ملعبها كريم، بتلعب في مراكش، والنهارده سيراليون بتلعب في ليبيريا، مثلا عندك اثيوبيا هتلعب برضه في مراكش، يعني منهم 2 هنلعب بره ملعبنا في المغرب، وجيبوتي يقال ان هي هتلعب العوده في مصر. بس ثابت، خلي بالك برضه ان دي المفروض فرصه ان انت تقدم كره حلوه، يعني انت النهارده لما تلعب مع فرق متوسطه صح، يعني انا عندي رقم يا كابتن اسلام، رقم صعب شويه. طبعا اكيد احنا فرحانين نكسب وشيء جيد، طبعا احنا هناخد النقاط وان احنا نوصل ل6 نقاط من ماتش، وكمان نتيجه غينيا بيساو مع بوركينا فاسو ساعدتنا النهارده، بيبعد لك وكمان بيخليك تلعب الماتش الجاي مفيش ضغط. النهارده هتخش ماتش بوركينا وانت فارق 5 نقط،
النهارده هم متعادلين وانت عندك 6 نقاط فالدنيا النهارده تعادلوا غينيا ما تعادلوا مع غينيا بيساو في المباراه الاولى لكن لسه يوم الثلاث لكن انا بس عندي نقطه لازم برضو روي فيتوريا ياخد باله منها وهي تكمله. احنا هنا هننظر دائما للناحيه الايجابيه والسلبيه. طبعا احنا بنرصد كله ان احنا النهارده بنلاعب فريق بصراحه سيراليون فريق مجتهد عنده بعض اللعيبه اللي عندهم مهارات كويسه لكن في الاخر فريق للاسف يعني ما حطش حتى في كلاس بي في افريقيا. لما نبص النهارده تصنيف رابع ما هو معقوله ما حطش حتى تصنيف ثاني مستبعد. فالنهارده لما اشوف ان المحاولات على المرمى متساويه ده رقم يزعجني طبعا. لما اشوف النهارده ان الجول سيفز النهارده تصديات الحارس للشناوي عامل 7 حارس سيراليون عامل 4 النهارده الشناوي شايل والسبع كرات دول يا كابتن اسلام سبعه يعني سبعه خطيرين. انا وثابت كنا لسه بنتفرج على واحده لو الشناوي النهارده مش هو اللي واقف او لو مش موفق او لو مش بيعمل هذا الاداء الرائع اللي بيعمله احنا كنا اتغلبنا. ده في واحد طلعها بس خبيه بس رد فعل رهيب اللي طبعا لو هم لا قدر الله احرزوا هدف كنت انت يعني تركيزك في المباراه هيزيد وهيعلى بس في واحد لا ما انت ممكن لا كريم لو ضغط شيء في اخر الماتش يتقلب في واحده شالها والله يا كابتن ده في اتنين ورا بعض في 92 و94 مش ممكن مستحيل. عارف لو واحده من دول دخلت ماتش الكهرباء او خمس دقايق دول انا ممكن كنت بقول لك 900% هتعادل وبيلعبوا 10 لا والحاجه التانيه كمان يا سيبت ليه تحط نفسك في الوضع ده؟ هو ده صح هو ده الكلام بقى ايه الفكره؟ انا ليه اوصل لهذه تخلى النتيجه 1-0 وليه اوصل لهذه الدرجه في ظل الاداء بس انا بيني وبينك برضو ما تزعلش مني ممكن الملعب سيبقى بعيد عن الملعب بعيد عن كل ده في الاخر بقى يوم ان شاء الله في 2026 لو مصر وصلت كاس عالم حد هيفتكر ان احنا لا طبعا بس خلينا نقطه مهمه يا استسلام ان انت في منافسات المنتخبات انت اللعيبه مش تحت ايدك يعني اللعيبه مش تحت ايدك كل انت مش مدرب نادي انت مش كل يوم هتصلح الاخطاء بس عندك ايوه صح ولكن عندك امم افريقيا هتاخد قبلها مثلا على الاقل اسبوعين او اسبوع مش مختلف اسبوعين دي بقى النقطه مهمه هتلاقي نفسك تقدر تعرف كابتن ربيع ياسين لفت نظري للموضوع مهم جدا وهو الكرات الثابته حتى هذه اللحظه لا توجد كرات ثابته بتتعمل رغم من هي موضوع انت بيجي لك اللعيبه جاهزه من الانديه اليوم او اليومين اللي بيقول لك فيه في الاجنده ده طبعا بتبقى ضيقه وكل حاجه ولكن اليوم ولا اليومين اللي بيقول لك فيه ما انت ممكن تشتغل على هذا الاساس صحيح احنا كنا نتفق ان احنا معانا سكواد قوي جدا واحد من اقوى الاجيال في وجهه نظري بعد جيل كابتن حسن شحاته الجيل الحالي انه جيل قوي للغايه وكمان زاد في وجهه نظري بتطور اداء عمر مرموش مع انتر فرانكفورت وكمان مصطفى محمد مع نانت في فرنسا في مجموعه وتريزيجيه في مجموعه وكمان لعيبه النادي الاهلي واللعيبه المحليين برده لعيبه كويسه فانت معاك سكواد قوي معاك سكواد حلو وحتى خط وسط مصر في الفتره دي خط وسط قوي جدا معاك مجموعه من اللاعبين تقدر تستغلهم ولكن في نقطه مهمه عدم التركيز في الاخطاء اللي انت بتمر بيها مثلا ثابت النقطه مهمه جدا قال لك في 6 لعيبه هو بيعتمد السين بيعتمد عليهم وفي 4 بيعمل عليهم روتيشن طيب انت اصلا الاثنين مساكين عندك فيهم مشكله النهارده دفعنا ده النهارده في الولد اللي هو الوينج ليفت 11 وينج ليفت بتاع سيراليون 7 رقم 7 اوجاستن على اصل انت برضه هو ثابت هو بيتكلم قال لك انه كان موجود احمد زيزو عشان يدافع يعني هاني. بصراحه برضه هو هاني حظه وحش قوي في الموضوع ده لانه في النهايه كان دايما 2 على هاني زيزو ما كانش في حالته النهارده بدليل ان هو كان اول تغيير بعيدا عن زيزو لكن انا بتكلم على ان الاثنين بيروحوا دايما ما هو برضه ما هو انا اصل انا في الباك رايت وعارف الحاجات اللي زي دي ما هو انا خلي بالك محمد هاني بيتظلم وجهه نظري ممتاز جيده جدا ولكن هي كانت المشكله في ايه بقى؟ اللي بيساعده لا غير اللي بيساعده مشكله ما بينه وما بين علي جبر المسافه اللي ما بينه وما بين علي جبر صح برافو عليك كل الاهداف اللي راحت علينا والكرات الخطر من المساحه اللي في ظهر المساحه اللي ما بين علي جبر ومحمد هاني اللي في ظهر علي جبر محمد هاني عيني مش عارف اخش شمال اقفل مع علي فالدنيا فاضيه الناحيه الثانيه لانه ما بيرجعش طب انا طلعت لبره فالحته اللي جوه اتفتحت فاعمل ايه؟ انا ده وجهه نظري انا بقول لك كنت بشوف الموضوع ده كتير قوي كانت بتتعمل بالخبره بقى صح وضيف على ده كمان برضو بصراحه ان ثنائيه عبد المنعم وعلي جبر في وجهه نظري في المنتخب مش مدياني صعب. نفس الافشنسي اللي كان بتدياني ثنائيه عبد المنعم والونش يعني لا وربنا يجاهم الاصابه ولا حجازي ولا حجازي وربنا يجاهم الاصابه يعني فبرضو بامانه انت بتتكلم على نقط فنيه دي فروقات والمنتخب انت عمرك ما هتقدر انك تصلح الامور اللي انت اللعيبه دي مش تحت ايدك انت خلاص اللعيبه دي 5 ايام وشكرا سلام عليكم اشوفك قبل كاس الامم بقى انا هرجع النادي بتاعي
فمهم جدا لروي فيتوريا ان هو يجمع الاخطاء اللي بتحصل. طبعا احنا فرحانين بالمكسب، نجمعها لان في كاس الامم مع ارتفاع ثابت المستوى 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 المنافس هو ده اللي احنا بنتكلم فيه.